هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا. املأ فؤادك من رحيق كلامه، جدد به الإيمان والآمال. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المتدبرون في وقفة بيانية ورسالة ربانية، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. إنك أيها الكريم حين تتأمل كتاب الله عز وجل تجد الرحمة حاضرة في سياق القرآن كله، لفظا ومعنى، رسالة وبلاغة. إذ القرآن ما نزل إلا لإسعادنا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والقضاء بأن الحسنة تكون بأضعافها أجورا وعطاء يجعل المسلم في تشوق دائم للترقي في منازل الفوز، في حين أن السيئة لا تكون إلا بسيئة واحدة مع فتح باب التوبة منها لتتبدل تلك السيئة إلى حسنة من خالقنا الرحيم الرحمن جل في علاه. نقرأ في سورة النبأ في جزاء الكافرين، قال: جزاء وفاقا. وفي إكرام المتقين قال: جزاء من ربك عطاء حسابا. فللكافرين جزاء موافق لأعمالهم على قدرها بمقتضى عدل الله، وعبر عنها بإيجاز كذلك، ولم يقل في هذا الموضع جزاء من ربك وفاقا، وكأن أولئك العاصين اختاروا جزاءهم الموافق لأعمالهم بمحض إرادتهم. أما الحسنة فتجازى بأضعافها، بل قد تكون الحسنة نية صادقة فحسب، وعاقبة تلك الحسنات عطاء من الله. أي تفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى، إنه لإسعادنا سعادة أبدية. جزاء من ربك عطاء حسابا، أي كثيرا كافيا لهم، فهو محض عطاء لا جزاء فحسب. إذن أيها الكرام، أعمالنا وحدها لا تكفي لحصولنا على ذلك العطاء، فهو عطاء استحققناه برحمة الله عز وجل وحده، فهو مضاف لله من ربك. وفي الإضافة كذلك إشعار بعظيم رحمات الله عز وجل وعظيم قربه، فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، والمحروم من حرمها عياذا بالله. أيها الصائمون، أنتم في عبادة تفتح لكم العطايا من الله والهبات والفوز والجنات. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. رزقنا الله وإياكم حسن التوجه إليه وإخلاص العمل له، وشملنا وإياكم بعفوه ومغفرته ورحماته. إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا. املأ فؤادك من رحيق كلامه، جدد به الإيمان والآمال.